ما اجاني نوم ابدا بعد ما اخبرونا. إيليني راحت تساعدهم يدوروا عليها قبل ما يطلع الفجر. القرية كلها متضايقة، ما بعرف، بتمنى ما يكون صاير معها شي. لا لا وقفي، استني انا بشيله. ليش حتى ما شيلها فانوريس؟ هي مو اول مرة. لا بس انا بما اني هون ما في داعي تعذبي حالك، انا فيني ساعدك. وشو قالت لك إيليني؟ انا عرفت لحالي لما كان عندك لعية نفس، بعدين رحت سألتها. لا تقلقي بنوب، أنا ما رح جيب سيرة لحدا وما رح أسألك ولا سؤال. بدي إياكي تعرفي أنه رح ضل واقف جنبك لو شو ما صار، وإذا احتجتي أي مساعدة لا تترددي تطلبيها مني. إيه؟ لو كان بابا موجود ما كنت تجرأت أطلع بوشه. عملت كتير أخطاء فانوريس وما فيني صلحهم أبدا. لا تقلقي يا بنتي، كل شي ممكن يتصلح مع الوقت، ولو أبوكي موجود كان قالك نفس الحكي، ما كان عصب عليكي ولا بهدلك أبدا. يمكن كان قلعني وكنت بستحق العقاب. إليني هي اللي قصته؟ هي اللي عاقبتك؟ عاقبت حالي لأنه بستاهل. معناها بتعرف انه رح اعطي الولد لآسيمينا؟ بعرف انه هاد ممكن يكون حل، بس اذا كان بدك تخلي الولد معك وتطلعي من القرية بتجي بتقولي لي وانا رح دبر كل شي. اتفقنا؟ خلصنا تحقيقي حضرة الرقيب؟ في شي تاني بدك تسألني عنه؟ بقلك شو تعشيت مبارح؟ ما بيهمني حتى لو أكلت سم هاري. لعلمك أنا ما صدقت شي من اللي حكيته. ميليتيس، لا تروح بعيد وخليك بالقرية لأنه ممكن تزورنا. ما عندي نية روح لأي مكان. لازم تشكرني لأني ما خليتك محجوز. وإنت اشكرني لأني ما بلغت عنك. إذا بدك تضل هيك رح تشارك لياكوس الزنزانة. الرقيب مفكر حاله ما حدا قده وعم يحاول يبعتنا كلنا على السجن. شو بدك تثبت؟ إنه أنت بتستاهل تقعد على هداك الكرسي؟ ياكوس، لو ماني لابس هالبدلة لكن تفرجيتكن أنتو اتنين. حضرة الرقيب، سيارة المدعي العام صارت هون. أخيراً وصلت، جيب لي قهوة. حلوة؟ إيه. أنا فيني روح؟